خوت كريم، لاباس عليكم. اليوم غادي نهضروا في هذا الموضوع على ديال كيفاش نجيب السلعه من تشاينا للمغرب، وكيفاش نبيع ونشري في المغرب. بزاف هذا الموضوع طرا عليا بالنسبه للدراري اللي جداد في الايكوميرس. كيقول لك مثلا انا خدام 3 سنين ولا 4 سنين، جمعت واحد شويه ديال الفلوس اللي هو 90,000 درهم ولا 30,000 درهم، وعيت اخوة من الخدمة، وعيت من السطريس ديال الخدمة، وعيت من المشاكل ديال الخدمة، وعيت من هادي، وكنفيق مع 8 وكنجي مع 6 ومعنديش الوقت، وعندي هادي وعندي هادي وعندي هادي، ومحقوها في الخدمة ديالي. وكان فهمتي، المهم بزاف ديال الهضرة في هاد الموضوع، خصوصا حنا العرب. حنا واحد القوم اللي زرعت فينا حقرة، فهمتيني. كنعطيك واحد جوج دريال وكنحاول ما امكن نجبد منك مليار، كنعطيك مليون ونجبد منك مليار، نصك يعني نصك الدم ديالك. وكاين اللي كيمشي مسكين للسبيطار، كاين اللي كيولي فيه السكر، كاين اللي يعني مشكلة. وما تيكرهش هذيك البوز ديالك ولا داك الباطون ديالك الثاني من الخدمة ديالك، ويديك تجفف ليه الدار وتصب ليه الحوايج وتهلا ليه في المرا، فهمتيني. وما يدير والو، حيت كيعطيك هذيك 3000 دولار، كيعطيك هذيك 3000 درهم ولا 4000 درهم ولا 5000 درهم، معطيك 10000 درهم راه ما داير والو في المغرب. المغرب ولا غلى من امريكان، والله العظيم لو ولا غلى من امريكا. امريكان حاجه وحده اللي غاليه فيها هو الكره، اما الفود وديك التخربيق راه مشتت. الناس راه كتشال الكنيسه كتاكل فابور من غير الويلفير اللي كتعطيك الدوله ديال 2000 ديال 250 دولار اللي كتعطيك في الشهر بوحدك اللي ما كنتيش خدام ولا هذا. ما ادراك واحد كيشد 3500 درهم في المغرب، شد دير ليه السيد. فهمتي، حنا تنهضروا، حنا ما غاديش نهضروا على هذا الموضوع. هذا الموضوع غادي نجينا نهضر هاد الميثود ديال اللي غادي نعطيك، او الطريقه اللي غادي نعطيك كون سير بانك تقدر عرفتي كيفاش تخدم. كون سير من الهضره ديالي بانك تقدر دير حتى 3000 دولار حتى 4000 دولار، وايزي وتشي بتجربه. ماشي خصوصا الدراري بزاف كنعرف انايا وصحابي خدامين في، يعني الدراري صحابي، ماشي تنقول صحابي اللي تنعرف انا كنت كنعرفهم في المغرب، ولكن صحابي اللي كنت كنعرف في الوقت كيصرفوا عندي الطيونة وخدامين بهاد الميثود هادي. وكاين اللي وريتو هاد الميثود هادي وخدام عليه، وديجا حتى البوست هذا واحد النهاريات تقريبا شي عام دابا، حيت ليكم واحد البوست لتحت اللي نزل لتحت غادي يلقاه تقريبا شي عام دابا. الا حيت ليكم هاد البوست كيفاش استثمر 2000 دولار و 3000 دولار حتى 6000 دولار شي حاجه ياك. المهم لا ما نطول، اول حاجه عندك ديك 3000 دولار اللي عندك مثلا، كنت انت هضرت على مثلا ديك 3000 دولار اللي انت جامع اللي جمعتي مثلا في سنين ولا في عامين ولا في 4 سنين، كتشد منها كتبيع عند شي واحد، كتشد من ديك 3000 درهم، كتشد من ديك 3000 دولار كتشد من 2000 دولار وترجع الطيونه. ترجع الطيونه اش بغيت؟ ترجع الطيونه، ترجع الطيونه باش تخلص الصالر ديالك في علي اكسبريس، فهمتيني. حيت علي اكسبريس كيقبل الطيونه. ملي كترجع 2000 دولار كتبقى لك 1000 دولار، كتبقى لك 1000 دولار من 3000. كتمشي لعلي اكسبريس وكتقلب على شي برودكت، كتقلب على برودكت خصوصا ديال شي حاجه سمارت، يعني شي حاجه اللي غادي تنفع خصوصا لي فام في الكويزين. المهم في الدار عندك خص التوز اللي كيخدمو في الدار، فهمتيني، يعني في الطواليط في الكويزين في اي بلاصه. المهم التوز اللي غادي ينفعو المرا في الدار، انا تنقول لك شوف ما تجيبش الحوايج فهمتيني. 50% تصدق لك، 50% ما تصدقش. الا اللي كنتي كتجيب البراند، فهمتيني، مدبر على شي صالات مثلا في علي اكسبريس ولا في دي اش جيت، كيبيع البراند اللي غالي، فهمتيني، بحال شانيل بحال الزيوفا ديال العيالات، هادشي كيتباع. اما الحوايج العاديين راه ما كيتباعوش في المغرب. 50% تقدر تبيع، 50% ما تقدرش تبيع، ولكن التوز ديال الكيتشن راه كيتباع خصوصا الا كنتي كتدخل مثلا اليوتيوب متبع
شنو كيطرا، يعني الحوايج اللي كيخرجوا جداد في الكيتشن، كون سير بانك راه غادي تبيع وتشري مزيان. كتجيب سلعه مثلا، كتدخل على اكسبريس مثلا، كتجي هنايا كتبان لك مثلا بحال هاد اللعيبه هادي، غادي يشروها منك، غادي يشروها منك الفام، فهمتي؟ العيالات وغادي تنفعهم مثلا في الكوزينه، فهمتي؟ كنا حنا كناكلو الباستا هادي، يقولها انا في امريكان باستا، كنا كناكلو هادشي. وهاد اللعيبة هادي نقدر نجيبها للمغرب. كنعطيك انا اكزومبل، ها عندك في تشريها ولا شي حاجة، حيت كاين بزاف، كاين برودويت في الكيتشن راه المليون. نبدا نقلب لك عليك شي، راه خصني ساعتين ديال التسويق، المهم انا كنحاول ما امكن نبسط لك. كتجيب هاد السلعة هادي، كتجيب هاد البرودكت هذا للمغرب، كتحطو. ولكن قبل ما تشريه، غادي نعطيك ميثود اللي غادي تخدم عليها. كنمشي كيف ما قلت لك، كنمشي كنقلب، كنلقى مثلا هذا البرودكت هذا، كنحاول ما امكن نلقى ليه فيديو، اللي هو هذا شي The Chef Basket, the new cooking dynamo that transforms itself for dozens of everyday uses. Making pasta can be an adventure. Ouch! You have to grab tight with potholders. Oh no! There must be a better way. But with the Chef Basket, you simply put in your pasta and put it in the pot. The whole product, yeah. It's an example. Can I only do that? It's an example. What a pitch there. I think it's a very cool product in Vienna. 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 Simply flip down the handles and it's a freestanding. مثلا كتجيب هاد البرودكت، كتشوف ليه فيديو، كتقاد ليه فيديو، كتصاوبو مزيان، المهم كتقاد الفيديو. ملي كتقاد ليه فيديو، كتمشي لعلي اكسبريس، كتأوردري مثلا ثلاثة ولا أربعة، فهمتي؟ ملي كتأوردري ثلاثة ولا أربعة، كتجيبهم عندك المغرب، كتشد ليك الفيديو، كتحطو في الباج، شي باج عندك، ياك؟ كتقادو في الباج، وكدير في الباج كدير نمرة التليفون ديالك، وكدير مثلا الواتساب ديالك، وكدير الايميل ديالك، كدير المهم كدير انفورميشن ديالك. واللي بغا مثلا هاد البرودكت هذا يعيط ليا في النمرة الفلان فلانية، فهمتي؟ كيجي شي واحد مثلا كيعجبو كيشري من عندك، ولكن ماشي اي واحد ممكن يدخل الباج ديالك ويشري من عندك. اي حاجة بغيتي تتباع خصك دير لها الفيسبوك اد، يعني ملي كتحط الفيديو، كتصاوب ليه فيديو كتحطو في الباج، كتدي الفيسبوك كدير مثلا 10 دولار ديال الانجيجمنت، فهمتي؟ كدير 10 دولار ديال الانجيجمنت في المغرب ولا في المدينة ديالك، مثلا بحال كازا. انا باغي نبدا ندير لي بلاد السلعة هادي، ندير لي بلاغا في كازا، فهمتيني؟ كدير كازا، يعني كازا بلانكا. فيسبوك كيبدا خدام بديك، كيبدا خدام في الانجيجمنت، كيجيب لك الناس. الناس كتعرف المغرب عندنا حنا خصهم ما يديروا الشير، وخصهم ما يديروا اللايك، فهمتي؟ ملي ضروري غادي يجي عندك شي واحد غادي يبغيه، يا اما الا كان في كازا كديليفري ليه انت، كتمشي انت كتهز هاد البرودكت هذا وكديه ليه للدار ديالو، كتخلص منه كتعطيه البرودكت. كان خارج من المغرب، كان خارج من المدينة ديالك، كتصيفطو في أمان، أنا مصاب ضربني البرد، كتصيفطو في أمان. ملي كتصيفطو في أمان، السيد كيتخلص، اللي غادي يوصل السلعة كيتخلص من عند السيد وكيجيب لك فلوس. ولكن قبل ما نجيب السلعة هادي، خصني نعرف شي حوايج. وان هاد السلعة هادي مثلا هنايا ملي كتبغي تقلب مثلا على البرودكت في علي اكسبريس، كتبغي تقلب بشوية بشوية، مثلا كتهز مثلا التايتل ديال هاديك البرودكت، كتهزو وكتحطو، في علي اكسبريس على الماركة، ياك؟ مثلا انا عجبني هاد البرودكت هذا، كنهز التايتل ديالو وكنحطو في علي اكسبريس. ملي كتحطو في علي اكسبريس، اوتوماتيك ممكن كيخرج لك كاع البرودكت اللي كاينين، هاداك داك البرودكت اللي عدلتي انت، وكيعطيك الاثمنة ديالو، فهمتي؟ وكل واحد كتختار في الاثمنة ديالو، مثلا هذا ديال لها ستة، هذا ديال لها سبعة، كاين اللي ديال لها، انت هذا ديال لها غير ثلاثة، 74. انت ماشي غادي تزيد تشري،
ماشي خاصك تقلب على الثمن اللي رخيص، راه نفس راه نفس الايتم ولكن البرايس، ولكن البرايس كيختلف. كنت تقلب بحال ما هكا كتجي هنا مثلا الشاي 43 هذا مزيان، ماشي ملي كنلقى مثلا ملي كنلقى مثلا البرايس هو 3، احسن واحد كيبيع ارخص واحد كيبيع هذا البرودكت هذا هو 43، كنعاود عاوتاني نمشي للدي اج جيت. ملي كنمشي للدي اج جيت كنحط التايتل ياك، كنقلب عليه كنشوف مثلا هنا الشيء ديال هنا ديال هنا الاوردر مينيموم ديال الاوردر هو جوج ياك، ولكن مغلي كنبقى هابط بحال ما هكا بحال ما هكا، حتى كنلقى شي واحد كيبيعو بشي تمن رخيص، كنلقى شي واحد كيبيعو بشي تمن رخيص مثلا بحال هذا شي كيبيعو مثلا لخديتي مينيموم ديال الاوردر هو 100 ياك، غادي تاخدو 23 وغادي تاخد لخديتي 100 غادي تاخدو 23 ياك. كنحاول ما امكن هاد السيد هدا تا هو نخليه، انا لقيت واحد كيبيعو بقل من هاديك 43، كنجي عاوتاني على بابا وكنحط التايتل وكنقلب عاوتاني، لقيت هنا واحد ديال لي غير 91 و لخديت 100 غناخد لخديت 100 بياسة غناخد كل وحدة غناخدها بجوج 50، هذا برايس تاهو مزيان شتي. هنا كانت 82، مشينا لعلي اكسبريس مشينا لعلي بابا لقينا واحد كيبيعو بجوج 50، كنبقى نازل وكنقلب بهاد الطريقة هادي شتي. هاهو واحد هنايا الا 1.74 وكنت تاخد 300، انت غادي بحال ما هكا كتبقى غادي غادي حتى كتلقى شي واحد رخيص الثمن ديالو رخيص. ملي كتلقى ديك الثمن ديالو رخيص كديرو كتخزن اللينك ديالو ياك، وكتقلب على شي واحد اللي غادي يبيع لك مثلا يبيع لك مثلا 5 بياسات من هاد البرودكت هذا شي ثمن يكون مزيان. حنا شنو هو الهدف ديالنا؟ هو انني انا ما نخسرش داك البي جي كامل، انا ماشي غنقول لك سير سير مثلا 2000 دولار ولا 1000 دولار سري بها كامله سلعه وجيبها للمغرب، لكن انت جبتيها للمغرب وانت ما عارفش شنو هو، واش غتصدق لك ولا ما تصدقش لك، فهمتي ولا لا؟ صدقات لك صدقات لك مزيان، ولا ما صدقاتش لك ما خصكش تخسر البي جي ديالك كامل، ماشي غتعاود عاوتاني من ازيرو ديك 2000 دولار اللي ضربتي عليها تعمل تعاود تجمعها يمكن. كتجيب 5 بياسات من كل شي براتيك زوين، ولا كتجيب مثلا 10 بياسات، المهم المينيموم ديال 5 بياسات. ملي كتجيب 5 بياسات للمغرب هنا شحال خسرتي؟ الا درنا لها مثلا كل بياسة غادي نشتريها ب3 دولار ياك، الا جبتي 10 بياسات غتقام عليك ب30 دولار، 30 دولار ماشي فلوس اللي هي السلف ريال 300 درهم ياك. ملي كتجيب ديك ملي كتجيب دوك 10 برودكت مثلا كتجيبهم من المغرب كتكون انت يعني كتصاوب فيديو لذاك البرودكت كيف ما وريتك، كتقادو كتحطو في الباج ديالك، كدير ليه مثلا كدير ليه مثلا تجبتي مثلا ب3 دولار ملي كتجيبو ب3 دولار اللي هي 30 درهم كتجيبو ب3 دولار ياك، كتزيد عليه الديوان كاسو ياك مثلا 30% ياك، وكتزيد عليه كتزيد عليه الثمن الثمن ديال الثمن مثلا البرودكت كامل لو وصلنا للمغرب لو وصلنا للمغرب بالثمن ديال البرودكت وبالديوانة وبالثمن ديال الأمانة اللي غادي نصيفطو للناس ياك، تقام عليا مثلا ب10 دولار. من ديك 10 دولار كنزيد البروفيت ديالي أنا البروفيت ديالي البروفيت ديالك نتا على حساب البرودكت شنو كتبيع لك، كتبيع شي حاجة زوينة مزيان بزاف يعني الناس طالبينها منك، كتحاول ما امكن مثلا تزيد 50 دولار تزيد 50 درهم او لا تزيد مثلا 70 درهم 70 درهم هذا هو البروفيت ديالك.
من هذا البرودكت هذا اللي حنا كنا كنقلبو عليه، من هذا البرودكت هذا مثلا عندك 50 ياك. ملي كتحط، ملي كدير فيديو كتحط، كتحط البوست ديالك في الباج فيسبوك، كتشد البوطال ديال هادو كاملين. مثلا غادي تدخل لك مثلا البوطال ديال هادشي كامل غادي يخرج لك مثلا 150 درهم، فهمت؟ 150 درهم. كتحط الثمن في البوست ديالك في الفيسبوك، كتقول لهم بان هاد البرودكت هذا الثمن ديالو 150 درهم. ملي كتحط ملي كتحط الانفورميشن ديالك، النمره التليفون ديالك والواتساب ديالك، فهمتي الواتساب ديالك، وكتحط سميتك، سميتك، وكتحط الايميل ديالك، فهمتي هادشي كامل كتحطو في البوست، وكتحط السميه ديال البرودكت حتى هي، كتقاد المهم كتزوق البوست ديالك، كتمشي للفيسبوك، كتمشي للفيسبوك كدير ليه مثلا 10 دولار، 10 دولار الانجيجمنت، كدير 10 دولار فيسبوك، كدير 10 دولار. يا اما كديرها مثلا انت و كازا، مثلا كديرها في كازا ياك، ولا كديرها في المعرض كامل، ماشي يشرو من عندك الناس، ماشي غير اللي من كازا يشرو من عندك الناس كامل. ملي تيشري من عندك مثلا شي واحد و كازا و انت و كازا عندك طوموبيل، من الاحسن انت، انت اللي دير ديليفري ليه، تمشي عندو تهز ديك الايتم و دير ليه، ويكون خدام معاك شي واحد دير ليه، ملي كدير ليه كيخلصك كتجي. كان خارج المغرب، كان خارج كازا، كتصيفطو في امان، أمان، كتصيفطو في أمانة. ملي كتصيفطو في أمانة كيتخلص هداك السيد، كيعطيه البرودكت ديالو، داك البريد، داك ساعي البريد كياخد الفلوس، وكيعطيه البرودكت ديالو كيجيبلك فلوس. كنقولو ليه حنا بلونجلي كوليكشن، شي حاجة بحال هكا، كوليك، كوليك أون ديليفري، قلب عليها في أكتاري كيكتبها بحال هكا، كيكتب سي أو دي، فهمتيني. كوليكت اون ديليفري، وهاد كوليكت اون ديليفري هي اللي دابا خدامة في المغرب. كيمشي شي واحد كيهز، كيمشي للأمانة كيحط مثلا البرودكت في الأمانة، يقولي بأن أنا باغي نصيفط البرودكت للسيد هذا، كيمشي كيدير ليه البرودكت، كيتخلصو منو، كيجي كتبي تاخد فلوس من الأمانة. هادشي دابا راه ولا خدام في المغرب. ملي كتستي البرودكت الخمسة الاولين ولا 10 الاولين اللي جبتي للمغرب درتي لهم بوست، كيتباعوا لك اوتوماتيكمون، كتاخد واحد الكونتيتي كبيره، فهمتي. هنا كتحتاج هذيك اللينك اللي قلت لك المره الاولى خصنو، كتحتاج كتمشي عند شي واحد في علي اكسبريس يكون عنده الثمن قليل بزاف، كتفاهم انت وياه، تقول انا مثلا باغي ناخذ 100 بياسه، كتحسب عليا الثمن فلان فلان، مثلا هو دير لها جوج 18، نقول انت مثلا عندك مثلا دولار ونص ولا دولار و80، وصيفط لي مثلا 100 بياسة ولا 200 بياسة. فهاد المرحلة هادي ملي كتوصل لهاد المرحلة انك تجيب 200 بياسة ولا 300 بياسة، تتكون عارف بان البرودكت اللي انت كتبيع 100% كيتباع لك، يعني ما غاديش يلصق، فهمتي. يعني هاد البرودكت هذا جبت منه 5 المرة الأولى، 5 بياسات تباعو، 10 بياسات مثلا، 10 بياسات تباعو، تباعو مثلا في سيمانة، أوكي. ملي كيتباعو لك في سيمانة يعني البرودكت راه مطلوب، كتجيب مثلا 30 بياسة ياك، تباعت كتعاود تاني كتزيد، كتزيد عاوتاني مثلا 200 بياسة. غادي خدام بهاد الميثود هادي، وما كديرش غير برودكت واحد، ما كديرش غير برودكت واحد، كدير مثلا 3 البرودكت ولا 4 البرودكت، حتى 5 البرودكت كتخدم عليهم في الباج ديالك، 5 البرودكت كتخدم عليهم في الباج ديالك. ملي كتخدم على 5 البرودكت هادي كون سير بانك الا بديتي بهاد الطريقة هادي كتجيب 5 بياسات وكيتباعو لك، كتعرف بان البرودكت كيتباع مزيان، كتعاود تاخد واحد الكونتيتي كبيرة، غتكون سير بان فلوسك ما غاديش تضيع منك، فهمتي، ما غاديش تضيع. واخا كاع ما يتباعش لك هذاك البرودكت اللي جبتي مثلا المره الاولى 5 البياسات منه، راه غادي يتباع، غادي يتباع، واخا غادي يتباع ثقيل،
في المؤامرة مقدرش ماشي شي حاجة غادي تخسر لك. هاد الميثود هادي اللي كنهضر لك انا عليها كيديروها الدراري بزاف وختامة مزيان، ختامة مزيان. كاينين الناس اللي كتوصل $3000 في الشهر برافت دي من هادشي اللي كهدرت فيه انا. فهمتي ضروري خصك دير الفيسبوك اد، خصك ديك $10 $20 باش كيجيب لك الناس وكيشريو الناس. بلا فيسبوك راه ما تبيعش البرودكت، ما تشي ما غاديش تبيعو. بلا ما تمشي للجروبات وتبقى تحط في السلعة ديالك تسنى الناس تبيع، من الأحسن كتستثمر ديك $20 ولا $10 ولا $15 في الفيسبوك وهو شي يقدر لك الغرض، يعني كيجيب لك الناس اللي غادي تشري من عندك. و $10 في المغرب انجيجمنت راه يجيب لك كازا كاملة برخيص انجيجمنت في الفيسبوك في المغرب. كتخدم بحال ما هكا، كتخدم بحال ما هكا، كتجيب سلعة كتعاود فيها البيع كدير البرافيت ديالك. نقسم لك بالله كاينين الدراري كيف ما قلت لك كيديرو 3000 4000 5000 دولار من هادشي بحال ما هكا بهاد الطريقة هادي. وهادشي هضرت لكم انا فيه كيف ما قلت لك وقيلا قلتها لك في الفيديو دابا، هضرت في هادشي شحال هادي شي عام دابا اللي قلت لك، قلت لكم اللي عنده شي حاجة شي فلوس كيخزنها مثلا حاطة ما كدير حتى شي حاجة وبغى يخرج من الخدمة ديالو ولا يبقى خدام ويستثمر في شي حاجة، من الأحسن يدير بحال ما هكا. كانوا لي باج ديال الفيسبوك، كانوا لي باج ديال الفيسبوك الناس كدير منها الفلوس وانا واحد منهم. فيسبوك مبقاش كيوكل، الباج ديال الفيسبوك مبقاش مزيان لو يعني الروج ديالهم طاح بزاف، بديت لي ديال الفيسبوك ولا هالك بنادم يعني ما كيجيبش وقعت نفس مزيان. المهم هاد البرودكت هاد الميثود هادي خدم بها وغادي الله غادي تشوف بعينك، يعني تشوف كلشي تشوف بعينك. كاينين حوايج غادي يخرجو شي وحدين وغادي يبداو يهضرو على الديوانة، ولا المغرب في الديوانة طالعة ودوا اللي بغيت نهضر فيه بزاف. بالنسبة للديوانة في المغرب، بالنسبة للديوانة في المغرب ما كاينش شي بلاد في العالم ما فيهاش ديوانة. اللي شي يقولك بان كاين شي قاره من القارات ما فيهاش ديوانه تيكذب عليك، ما تبقاش تغطي الشمس بالغربال. هذا هو اول حاجه. في امريكان كاين الديوانه، كاين كاسل، وفي اوروبا كاين الديوان، وفي ما مشيتي كاين الديوان، غير الديوانه كتختلف. تقدر نتفق معاك بان ما كاينش واحد البارين في المغرب ديال الديوان. كيجي كيقولك مثلا خاصك تخلص 700 درهم وتجي بياسه مثلا ب 1500 درهم، فهمتي؟ لكن كاينين شي حوايج خاصك تعرف غتمشي مثلا ملي كنهضرو حنا على الديوانه كيف ما قلت لك راه ما كاينش شي بلاصه ما فيهاش ديوان. في اي بلاصه غادي تمشي غتلقى الديوان، ماشي شرط انك اللي تبيع السلعه وخلصتي الديوانه ما غاديش تربح فيها. كاين شي وحدين تيقول لا وانا شدو لي السلعه ديالي وهادي وهادي، وراه قانون هذا صاحبي. راه في امريكان راه كاين الديوانة ملي كتجيب سلعة مثلا من تشاينا ليوزا ما كتخلصش في الايربورت الديوان، كيصيفطو لك سلعتك تجيب حتى 600 بيس دي اش ال يجيبها لك حتى للدار ولا يو بي اس يجيبها لك حتى للدار ياك، ما كتخلص والو. ولكن في الطاكس ديال اخر العام لك تيم ديكلاري بانك انت كتبيع وتشري اونلاين كتخلص الديوانة طريقة غير مباشرة، كيدخلوها لك بغيتي ولا كرهتي، فهمتي؟ دونك الديوانة والهضرة اللي كتقولو نتوما بأنني خصني نجيب سلعة من خلاص الديوانة وهادي وهادي حيدوها من بالكم. أول حاجة كتقلب كيف ما قلتلك كتقلب على البرودكت مثلا ويكون البرودكت رخاص مهدي الأمانة. تا هو كيخرجلك مثلا كتخرجلك مثلا $10 مثلا ياك، ويكون عندك الربح هو $50 ولا $70 في الباس ديال اللي غادي في البوست اللي غادي تحطو في الباج. كدير مثلا $10 ديال كدير مثلا $150 ديال 150 درهم ديال اللي بغيتي تشري مثلا هاد البرودكت هذا، فهمت؟ دونك انت رابح ديك 50 ولا 70 درهم، فهمتيني؟ دونك الديوانه ما تبقاش تربط راسك بشي حوايج اللي غادي يفشلوك في الخدمه ديالك. انت جرب، انت ما خاطر والو، جرب جيب سلعه
كيف ما قلت 5 البياسات ولا 10 البياسات وبدا خدام بهم. خرجاتك هي ديك ما خرجاتك، سير عاوتاني البرودكت اخر نجرب. ما يمكنش نجرب هذا وتجرب هذا وتجرب هذا وكلهم ما تربحش منه، ضروري غتربح منه وما تربح منه. واش تنقول لك انايا راه كيف ما قلت لك راه حتى الدراري تيخلصوا الديوانه اللي كيديروا 3000 و4000 دولار في الشهر ديالها. حاجه وحده في الديوانه اللي غادي ننصحك بها هو ان الصالر ديالك اللي غادي تشري منه مثلا سلعه، مثلا هذا الصالر هذا شريت من عنده سلعه، قبل ما يصيفط لي السلعه ديالي قبل ما نخلصو خاصني نتفاهم معاه على حاجه وحده. غتقول ليه بانك خاصك تصيفط لي الانفويس في الكرتونه ياك، وهذيك الباكج تكون فيها الانفويس الداخل ديالي يكون معاه الانفويس ياك. مثلا انا شريته بجوج دولار، شريت هذا البرودكت هذا بجوج دولار ياك، كنقول الصالر يدير ليا مثلا $0.25 يعني $0.25 تقريبا شي 5 دراهم فهمت. نقول له يدير لي $0.25 الانفويس على كل بياس باش تخلص ثمن قليل في الديوان فهمتيني. وكيف ما قلت لك الديوان راه في اي بلاد كاين ماشي غير المغرب، غير بنادم خصو يخدم ماشي يبقى جالس، بقيتي جالس راه مشكل. المهم حتى شي حاجه ما كتضيع لا وقتك لا كتبدا انجيجمنت، الناس كتبدا دير شير لايك وبيسولوك في الثمن 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 النمرة كتعطيهم نمرة التليفون ولا الواتساب والناس كتبدا تعيط لك جيب لي اخويا هاد البرودكت كدير ليه كتخلص كتجي في حياتك. المهم هذا هو اللي كاين والله يسر.